ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أيها الإخوة، سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، فجاء الجواب في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتتابعت آيات القرآن الكريم في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، وهكذا سائر سور القرآن الكريم كلها تدعونا إلى أن نهتدي إلى سعادتنا في الدنيا والآخرة. وإنه لن يكون سعادة لك فردا ولا أسرة ولا مجتمعا ولا بشرية إلا باتباع أوامر الله تعالى. وآيات درس اليوم تنتظم في هذا المعنى، والقرآن الكريم يحدثنا بما فيه سعادتنا، ويحدثنا بأقوام جاءوا من قبلنا، فمنهم من أخذ بهدي الله فسعد، ومنهم من كفر بهدي الله تعالى فشقي. والكلام إن كان حديثاً عمن سبق فهو حديث لي ولك، أن كن مثل الذين تمسكوا بتعاليم الله حتى تسعد كما سعدوا، واحذر أن تنشغل
أن تعترض، أن تكفر، أن تمزق، أن تترك أوامر الله تعالى، أن تستخف بها، أن تستهزئ بها، فيصيبك مثل ما أصاب من كفروا بآيات الله تعالى. سبق في دروس ماضيات حديث عن سيدنا نوح وعن قومه، وعن سيدنا لوط وعن قومه، وعن سيدنا صالح وعن قومه، وجاء الحديث اليوم عن سيدنا موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. وقصة بني إسرائيل في القرآن الكريم طويلة، تتكرر في مواضع كثيرة تزيد على 30، ولعل هذا الموضع هو أطول المواضع التي جاءت في القرآن الكريم تتحدث عن قصة بني إسرائيل مجتمعة في مكان واحد. والحديث عن بني إسرائيل جاء من لقطات متعددة، ومهما ما يكن من أمر فالأمر دعوة لي ولك أن لا نعمل مثل ما عمل من كفر من بني إسرائيل، ولكن لنأخذ بهدي الله تعالى ونتمسك به لنسعد. قال الله تعالى: ثم بعثنا. هذه الثم تفيد العطف مع التراخي، ذلك لأن سيدنا موسى عليه السلام كان متأخراً عن الأقوام السابقة والأنبياء السابقين الذي مروا في الدروس الماضيات. قال الله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، يعني بعثناه مصحوباً بآياتنا. هذه بآياتنا جار ومجرور متعلقان بحال محذوف. الله عز وجل كل الأنبياء الذين أرسلهم أرسلهم ومعهم دلائل واضحات، حتى لا يبقى عذر لأحد يقول أنا ما رأيت بينة، ما رأيت دليلا. الله عز وجل ما أرسل نبيا إلا وأرسل معه بينات، حتى لا يبقى للناس حجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يقول: لقد أعذر الله إلى رجل بلغه من العمر 40 سنة، لقد أعذر الله إليه، لقد أعذر الله إليه. أعذر يعني سحب عذره، ما عنده عذر. والكلام لكل واحد بيناتنا بلغ 40 وجاوزها، سحب الله عذره، ما عد له أي عذر عند الله عز وجل أن يتأخر أو أن يتراجع. وأما من كان دون 40 فقد أكرمه الله تعالى بأنه من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو من هو فوق 40. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات بينات، بآيات واضحات، منها ما جرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هي آية باقية ومعجزة وستبقى إلى يوم القيامة، وهو القرآن الكريم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. الملأ هؤلاء تكرروا عددا من المرات مع الأنبياء السابقين، هم الكبراء والوجهاء والأثرياء وجلساء الأمراء، وليحذر الواحد فينا أن يصده منصبه عن اتباع هدي الله تعالى، أو أن يصده غناه عن اتباع هدي الله تعالى، أو أن يصده شغله في الدنيا عن اتباع أمر الله تعالى، أو أن يصده علمه عن اتباع أمر الله تعالى. أنا لو صرت بروفيسور في جراحة الأعصاب، لكن أنا عبد لله تعالى. أنا لو صرت ملياردير، لكن أنا عبد لله تعالى. فليحذر الواحد فينا أيها الإخوة إذا أوتي من نعم الله تعالى الشيء الكثير أن تصده هذه النعم عن اتباع أوامر الله. أما ملأ فرعون فهم هؤلاء الكبراء الوجهاء الجلساء الذين كانوا يجالسونهم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. هلأ الله عم بيحكي لنا مشان تدير بالك أنت ودير بالي أنا. فعل ظلم لا يتعدى بحرف الباء، منقول ظلم الرجل أخاه، مو ظلم الرجل بأخيه، ظلم الرجل أخاه، بس الآية تقول فظلموا بها. لما عداها القرآن بحرف ليس مرتبطا بها، هذا يسمى باللغة العربية تضمين، فضمن كلمة ظلم كلمة أخرى تتعدى بحرف الباء. والتقدير: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا كافرين بها، ظلموا أنفسهم كافرين بآيات الله تعالى. فظلموا تحمل معنى الظلم والكفر، فظلموا أنفسهم كافرين بآيات الله تعالى.
كل من كفر بآيات الله أول ما يظلم يظلم نفسه، يظلم نفسه لأنه سيرديها في الشقاء في الدنيا والآخرة. وانظروا الآن إلى العالم غير المؤمن، لعلكم تعلمون أنهم يبيعون أطفالهم، هل تصدق بأن إنسانا يبيع ابنه؟ أما الكافرون فقد فعلوها. يبيعون النساء والرقيق الأبيض منتشر، هل تصدق بأن رجلا يبيع زوجته أو أخته أو بنته أو أمه؟ لكن الكافرين فعلوها. يتاجرون في الحروب ويقتلون الناس تقتيلا، هل تصدق بأن بشرا يكون ربحه من قتل الناس؟ لكن الكافرين فعلوها. يبيعون الحشيش في البقاليات، هل يتاجر الإنسان بما يؤذي الخلائق؟ لكن الكافرين فعلوها. كانت عقوبة هذه الأفعال الشريرة أن الانتحار أكبر نسبة في العالم في تلك البلاد غير المؤمنة، لذلك قال الله تعالى فظلموا بها، ظلموا أنفسهم كافرين بآيات الله تعالى. والكلام أيها الإخوة مشان أنت تنتبه، ما تقوم تخالف أوامر الله جهارا نهارا، أول ما تظلم تظلم نفسك. يلي عم يعتدي على الأعراض أول ما يظلم يظلم نفسه. شاب يذهب يمنة ويسرة ويفعل ما يغضب الله ولا يأبه له، لما أراد الزواج وهو يعلم فجور الفاجرات والفاجرين راح يبحث عن فتاة يريدها أن تكون تقية أن تكون صالحة، تزوج فتاة في الظاهر هي صالحة. بعد حين جاء إلى أحد الشيوخ قال له أنا رجل لا أنام في الليل، قال لما؟ قال إني أشك في أهل بيتي، لأني لا أعتقد أن هناك امرأة صالحة. فظلموا بها، ظلموا أنفسهم كافرين بها. هذا الذي يسيء بأعراض الناس أول ما يظلم يظلم نفسه، ثم إنه يظلم العباد من ورائه. قال الله تعالى عن بني إسرائيل فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، انظر كيف دمرناهم، كيف أغرقناهم، كيف أرسلنا عليهم العذاب. والله عز وجل ما قال فانظر كيف كان عاقبة بني إسرائيل، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كل مفسد ستكون عاقبته كعاقبتهم. وهذه الآية فيها خلاصة ما في القصة، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. العاقبة كلمة مؤنثة، فلماذا قال القرآن كان عاقبة المفسدين ولم يقل كانت عاقبة المفسدين؟ يقول أهل اللغة لأنها مؤنث غير حقيقي، فكل من لا يلد ولا يبيض فتأنيثه تأنيثاً غير حقيقي، لذلك يجوز أن تقول كان عاقبة المفسدين وكانت عاقبة المفسدين. الآن سيبسط القرآن الكريم قصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. تتذكروا يا أخوان أن سيدنا موسى كان كليم الله تعالى، وكان يناجي الله عز وجل في جبل الطور. أنا أريد أن أسألكم، كيف يستطيع سيدنا موسى عليه السلام وقد سمع لذة الخطاب الإلهي أن يجلس ويخاطب أفجر إنسان على وجه الأرض؟ واحد عم يحكي مع الله، كيف بده يجي يحكي مع فرعون وهو أسوأ عبد جاء على وجه الأرض ادعى الربوبية؟ قال العلماء إن أمر الله تعالى له هون عليه خطاب فرعون، وإلا ما كان سيدنا موسى يستطيع أن يخاطب هذا الضد، لكن لأن الله أمره أن يذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون، فهون الله تعالى عليه خطاب أسوأ بني البشر. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين،
حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني حريص على ألا أقول على الله إلا الحق. هكذا الأنبياء هم في قول يا أخوان للدعاة إلى الله عز وجل أن يتأسوا بالأنبياء، وكل من أراد أن يكون داعية إلى الإسلام عليه أن يتأسى بالأنبياء. فالدعاة إلى الله مطلوب إليهم ألا يقولوا على الله إلا الحق. كل واحد بيناتكم أيها الإخوة أيتها الأخوات مدعوون نحن جميعا ألا نقول على الله تعالى إلا الحق، حتى تكون كلمتنا صادقة، وحتى يطمئن الناس لما نخبرهم به. وبتتذكروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام كانوا يقولون الصادق الأمين، ولما قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي مصبحتكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. ولما النجاشي بيقول له لأبو سفيان، وبيكون أبو سفيان من كافر ما زال، يقول له هل جربتم على محمد كذبا؟ قال لا، ما جربنا عليه كذبا. فمطلوب من الداعي إلى الله ومن الأخت الداعية إلى الله تعالى ألا يقول أحدهما إلا الحق. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم، معي معجزات. سيدنا موسى كل رسول أرسله الله تعالى معه بينات، معه معجزات. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، اتركهم يمضوا نحو طريق الحق ولا يبقوا في طريق الضلال. ويا أخوان هي كلمة كثير مهمة، بيصير واحد يأخذ من الضلال شوي ومن الهدى شوي، بيصير واحد يكون مع أهل الصلاح شوي ومع أهل الفجور شوي، هو واحد يا بيروح من طريق فرعون يا بيروح من طريق موسى، أما خطوة لهون وخطوة لهون ما بيمشي الحال، قدم هنا وقدم هنا، ويقول لك أخي معلش هدون بينفعوني، يعني صح فرعون كافر صح هو ملعون، بس ما بتعرف الزمن شو بيحيجك لإله، وكمان موسى كمان منيح هذا نبي وصاحبين دين بيجوا بيحضروا الدروس، ما بتعرف شو بتجي الأيام، صحابين الدين مناح والفجار الكفار كمان مناح، لذلك أنت خليك من هون ومن هون، وما حلوة تكون يعني هيك متزمت لجهة واحدة. مرات في أشخاص بيقول لك أنا ما بحب تظهر هويتي، حتى اسمه اسم ابنه مثلا، والله أعرفه شخصا من أسرة مسلمة وملتزمة وصالحة لم يرضى أن يسمي أولاده أسماء تظهر انتماءهم، يعني ما بده محمد ولا بده عبد الرحمن ولا بده محي الدين ولا بده صلاح الدين ولا بده نور الدين، بده اسم هيك ما يبان إنه هذا شو يهودي مسيحي مسلم بوذي، هيك شو في اسم هيك ما يبين، يعني ما إنه أخي أنت ما تظهر هويتك، خليك هيك بيمشي حالك مع الكل. كيف معقول هيك المسلم؟ معقول المسلم يصير مطموس هويته؟ بل مو بس مطموس، هو لا يريد أن يظهر هويته. أخي ليش ما بتصلي؟ ما بدي صلي، لا بصلي يوم بالبيت، لأنه هلأ إذا صليت بيقولوا عني أنه أنا متشدد. طيب أخي أنت ما بتشرب خمر، ليش كنت قاعد وشربت خمر؟ قال مو كتير أنا شفي عشان ما بان، يعني هيك بين الكل غبة صغيرة غبيت وبزقتها طلعت بزقتها، ليش تفعل هذا؟ أما سيدنا موسى عليه السلام فقال حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. لازم يمشوا في طريق الهداية، خير من أن ينزلوا في الضلال فيضروا بأنفسهم ويضروا بمن حولهم. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فرعون يقول لسيدنا موسى إن كان معك معجزة أرني هذه المعجزة، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، حية ذكر كبيرة واضحة، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أدخل يده في جيبه في صدره ثم رفع يده فضاءت يده فكانت بضوء كالشمس، ثم إنه أعادها إلى جيب ثوبه فعادت يده كما كانت. هذا أمر المعجزة، أمر خارق للعادة، يظهر على يد مدعي النبوة مؤيدا لدعواه
خاليا من المعارضة. ما حدا بيقدر يساوي الحي ثعبانا مبينا. ولا حنشوف فرعون جمع السحرة مشان يفعلوا كما فعل موسى عليه السلام، ما حدا بيقدر يضم ايده الى صدره في جيب كمه وبعدين يطالعه هيك في جيب ثوبه تطلع ايده بيضاء كالشمس. قال ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون، جماعة فرعون، إن هذا لساحر عليم. الله يبعث لنا أصحاب صالحين، والله يجيرنا من الأصحاب الفجار. الصاحب الفاجر ربما يكون المرء يريد أن يؤمن فإذا هو يصده عن إيمانه، بده يحضر بمجالس العلم يسخر منه ويمنعه من حضور مجالس العلم، بده يصلي يمنعه من الصلاة، بده يترك الحرام بصير يلزمه بدخول الحرام، بده يبتعد عما حرم الله بروح لا يزال يحاوطه حتى يوقعه فيما حرم الله. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. ترى شوف يا فرعون، إذا هذا موسى يبقى يدعو إلى ما جاء إليه فهو يدعو إلى لا إله إلا الله، وإذا انتشرت لا إله إلا الله فقد سلطانك وستخرج من أرضك. طبعا ولا زال أهل الباطن إلى اليوم، إلى اليوم أمريكا ومن نفذها بالصين، يا أخي هدول المسلمون بدهم يساووا خلافة إسلامية، وإذا ساووا خلافة إسلامية حيغرقوكم يا أوروبيين يطلعوكم من بلادكم. وأنتم رأيتم هؤلاء الصهاينة قبل أسبوع أو أسبوعين ينشرون صورة عبر الواتس أنه هذا الكيان الصهيوني هو الذي يحمي أوروبا من الإسلام والمسلمين. وإلا شوفوا، إذا أنتم ما بتوقفوا معنا ضد المقاومين المسلمين في فلسطين، بكرة الإسلام جاي على أوروبا، وإذا إجا الإسلام على أوروبا سيخرجكم من أرضكم. هكذا قال الملأ، ملأ فرعون لفرعون. قالوا له إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، ستخرجون من الأرض. علما أن الإسلام يا أخوان لما جاء الإسلام وصل إلى إندونيسيا. إندونيسيا أكبر بلد في تعداد المسلمين في العالم، نشر وبسط فيها الأمن وبسط فيها العلم وبسط فيها الرخاء وبسط فيها التقدم. ماليزيا دخلها الإسلام، إسبانيا دخلها الإسلام. الإسلام لما بيجي إلى أي مكان لا ينزع من أهله ما هم فيه من النعيم، بل يزيدهم عليه على أن يكون هذا النعيم منضبطا بأوامر الله تعالى. وأنتوا يا أخوان شوف على مستوى الفرد، أنت لما بتكون مسلم ملتزم، مرات غير الملتزمين بيقول لك يا أخي أنت إذا بدك تلتزم بالجامع بكرة هدول تبع الجامع ما بيضحكوا وما بيلعبوا وما بيروحوا سيارين وهيك ناشفين يخوفونهم. والحمد لله، الحمد لله أنتم كلكم تحضرون في المساجد وفي بيوت الله، الحمد لله تضحكون وتلعبون وتمرحون، لكن بضوابط الشرع. بدي أقول لكم شغلة تضحكوا فيها، المشايخ في بعض ناس لما بيتعرفوا على أحد من أهليهم، ابنهم مثلا، أو النساء بيتعرفوا على زوجة من الشيخ أو بنات الشيخ، بيصيروا بيسألون إنه الشيخ بياكل بالبيت، بيضحك، بياخدكم سيران. يا حرام الشيطان وملأ فرعون بيزرعوا إنه هدون أوعك. والله وأنا أعلم بعض الفتيات خطبها شباب دعاة إلى الله وهم لهم رتب اجتماعية عالية، بس ما رضيت البنت. الشيطان وملأ فرعون إنه أوعك، إذا بتاخدي شيخ هاد ما بيضحك، ما بيساوي لك عرس، ما بيجيب لك فصان عرس، ما بتروحوا مشاوير، شو بدك بهالشغلة؟ وأنا أعرف من رفضت فقط لأنه شيخ أو داعية إلى الله عز وجل، لأن الشيطان يوسوس أنه أنت إذا بتصير داعي ما عاد تضحك، ما عاد تاكل، ما عاد تسبح، ما عاد تلعب، ما عاد تلهو، ما عاد تمرح، ما عاد تحصل سلطانا ولا تحصل مالا. علما أن الإسلام يأمرك أن تكون من جماعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واحد من الخلفاء مدح أحد الشعراء فقال له
تشاغل الناس بالدنيا وزينتها، وأنت بالدين عن دنياك مشغول. فقال له: بئس ما قلت. أنت عم تمدحني لما عم تزمني. هو شو قال له؟ تشاغل الناس بالدنيا وزينتها وأنت بالدين عن دنياك مشغول. قال له: بئس ما قلت، والله ما عدوت أن جعلتني امرأة عجوز في غرفتها تمسك سبحتها وتسبح. هلا قلت: فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه، ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. كان الإسلام هيك يا شباب، بده ياك دين ودنيا. بس الشيطان لا يزال يوسوس، وأتباع الشيطان لا يزال يوسوسون لمن أراد أن يلتزم ليقطعوه عن طريق الالتزام. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجح، يعني أثره وأمهله مع أخيه، أرجح وأخاه، وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. أخروا كم يوم وروح اجمع السحرة الموجودين في ملكك. وجاء السحرة فرعون، هلأ دعاهم فجاءوا. والقرآن الكريم له هذه العادة بالحذف لما هو معلوم، يعني دعاهم فرعون وجاءوا إليه. وجاء السحرة فرعون قالوا، يعني قال له: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، هل تعطينا من الأجور العاليات إذا تفوقنا على موسى؟ قال: نعم، وإنكم لمن المقربين. لما استدعى موسى وجاء سيدنا موسى والسحرة موجودون وكانوا كثر، قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. يلا من يبدأ أول؟ قال: ألقوا. أهل التربية الروحية هلأ ستسمعون، بعد قليل سيسلم السحرة لما تظهر لهم الحجة والبينة بما يفهمونه، لكن فرعون بقي على كفره. قالوا أهل التربية: ببركة أدب السحرة مع سيدنا موسى، عندما قالوا له: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. تحب أنت تبدأ لما نحن نبدأ؟ قال: ببركة أدبهم معه كافأهم الله تعالى بأن أسلموا. لذلك يا أخوان، تدربوا أن تتحلوا بالأدب مع كل خلق الله تعالى عامة ومع الصالحين خاصة، واحذر أن تسيء أدبا مع عبد من عبيد الله تعالى، لا تدري لعل له شأنا عند الله وأنت لا تعلم. ذكروا عن الإمام الجنيد، أخبرتكم بهذه القصة، كان جالس في الدرس، دخل رجل بسيط يتخطى الناس يريد أن يجلس، كأن الإمام الجنيد في قلبه اعترض على هذا الداخل. بهديك الليلة، الجنيد كل يوم بيصلي قيام الليل، هديك الليلة راحت عليه صلاة قيام الليل. يا لطيف، تأثر تأثرا كبيرا وزعل. الليلة الثانية راحت قيام الليل، أصابه هم شديد. الليلة الثالثة راحت قيام الليل، يا ربي دخيلك، راجع نفسه، ليش راحت علي قيام الليل ثلاثة أيام؟ تذكر بأنه بقلبه يعني اعترض أو ازدرى هيك رجلا ظاهره البساطة، أنه هذا ما له شايف الدرس وأنا عم درس، شو بيفوته هيك بيخترق الناس. عزم إذا هو لقيه من الغد أن يعتذر إليه، هو ما حكى شيئا ولا الناس عرفت علمت شيئا. فلما كان من الغد على صلاة الفجر وجده، فجاء مسلما عليه يريد أن يعتذر إليه مما مر على خاطره من سوء أدب مع هذا الإنسان الذي ظاهره بسيط. فقال له ذلك الرجل: لقد كفتك الليالي الثلاث يا إمام. نحن فهمت بعد ثلاثة أيام. يا لطيف، تاري الرجل له حال عند الله عز وجل. فديروا بالكم يا أخوان ويا أخوات، ما يسيء أحدنا الأدب مع أي عبد من عباد الله تعالى ولو كان بسيطا، لعلك تشاهده بسيطا بس له عند الله عز وجل شأن، لعله يكون في ظاهره مرفها وعند الله عز وجل له شأن. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال العلماء: خفة يد وسحر. وبعضهم راح يفسر كيف تحركت، في ألقوا عصيا أو ألقوا حبالا فإذا هي تتحرك. لعل بعضكم يعرف أن الزئبق هذا المعدن يتشكل بتشكلات ويتحرك بحرارة معينة.
بعضهم قال بأنهم هكذا وضعوا ضمن هذه الحبال زئبق ورموها، فإذا بهذه الحركة الكيميائية تتحرك هذه الحبال، يظنها الناس أنها أفاعي. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. هلأ إذا أنت الله معك، لو في 1000 واحد وسحرة كبار وبيحولوا الحبال لحيايا، بس إذا الله معك لا تخاف، بس أنت كمان كون مع الله. مهما كان من حولك قويا، إذا الله معك ما تخاف. فهلأ زعماء السحرة، هي فعلا شغلة كبيرة يا إخواني، زعماء السحرة مجتمعون وألقوا هذه الحبال، وصارت هذه الحبال يخيل للناس أنها تسعى، أنها أفاعي. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، ما تخاف، زدت العصاية يا موسى. فإذا هي تلقف ما يأفكون، التهمت جميع هذه الحبال التي ظهرت بأنها أفاعي، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك، لأنه في تنافس هلأ، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. طبعا السحرة لما شافوا المنظر، إن يصلوا 50 سنة 60 سنة 10 سنين 50، ورثوا السحرة كابرا عن كابر، ما طلع بإيدهم يلي ساوى موسى بلحظة. أدركوا بأن الأمر ليس سحرا، لأنه فرعون وملأه أوهمهم بأنه ساحر عليم. لما شافوا هالمشهد وهم يعلمون بأن الساحر لا يمكن أن يفعله، فسجدوا لله تعالى مؤمنين بإله موسى عليه السلام. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. الله يكتب لنا التوفيق يا أخوان. إذا واحد رأى البينة فورا يؤمن. أبو جهل لعنة الله عليه رأى بعينه البينات الكثيرات وما آمن. زعماء قريش الكبار رأوا بعيونهم انشقاق القمر، ما آمن. رأوا الماء ينبع من كفي النبي صلى الله عليه وسلم، ما آمن. هؤلاء السحرة من توفيق الله تعالى لهم أنهم آمنوا برب العالمين، رب موسى وهارون. وإذ بفرعون ينقم عليهم، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. متفقين أنتم موسى على هالفيلم هذا اللي ساويتوه قدامي، وهو هذا مثلكم مثله. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني والله والذي يقسم به سوف أقطع الأيدي اليمين والأرجل اليسار أو بالعكس، ثم لأصلبنكم أجمعين. يقول المفسرون إن أول من قطع من خلاف وصلب هو فرعون لعنة الله عليه. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. الله ثبتهم، موقف كثير صعب يا أخوان. شو هذا فرعون يقول بدي لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، شغلة صعبة. مع هيك قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يعني صب علينا الصبر صبا وتوفنا مسلمين. هون في وقفة يا أخوان، في بعض الأخوة منكم أو الأخوات علقة بلسانه بعد أذكار الصباح أو المساء، أو بعد أذكار الظهر أو العصر بعد أن يقرأ التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، إذا ختم دعاءه قال ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هذه جزء من آية في القرآن الكريم قالها السحرة، قال الذين آمنوا عندما هددهم فرعون بالتقطيع وبالصلب. بس شو معنات ربنا أفرغ علينا صبرا؟ يعني يا رب صب علينا الصبر صبا. متى يصب الصبر على الإنسان؟ إذا كان البلاء شديدا. فنصيحة، لا حدا يدعو ويقول ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ولكن قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن إذا كان المرء في بلاء فليقل ربنا أفرغ علينا صبرا، أما من كان في عافية فلا يقول ربنا أفرغ علينا صبرا، لأنك إذا طلبت الصبر معناته قد طلبت البلاء عليه. وأنا وياكم ضعاف، كلنا ضعاف، فلا يطلبن أحد البلاء، لكن من كان في بلاء فليدعو بهذا الدعاء. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم
زمناته لما ولد سيدنا موسى في مقطع آخر من القصة، كان فرعون كان يقتل الأولاد خوفا من أن يأتي النبي موسى، لأن هناك من أخبره. والآن عاد الكرة مرة ثانية، قال سنقتل أبناءهم الذكور يعني ونستحيي نساءهم، نبقي النساء أحياء، وإنا فوقهم قاهرون، نحن لنا الأمر والنهي. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إن شاء الله في الدرس القادم هذه خاتمة هذه القصة بهذه اللقطة، وفيها النتيجة التي ينبغي على كل واحد بيناتنا أن يتمثل بها. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. سنفصل تفصيلا في العاقبة للمتقين إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. قالوا أوذينا، قالوا لسيدنا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. كان فرعون من زمان يفعل هيك وهلأ بده يفعل. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أيها الإخوة، هذا جزء من قصة سيدنا موسى عليه السلام الآن مع فرعون، والدروس القادمة ستكون مع بني إسرائيل ماذا جرى بعد هذه القصة، على أننا إن شاء الله سنفصل في الدرس القادم حديثا عن العاقبة للمتقين. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نسأل الله العظيم أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفتح علينا في فهم القرآن الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه.